السلام عليكم. اليوم نعود الى ملعب تيزي وزو، وذلك اثر زياره تاع والي ولايه تيزي وزو الى الملعب، واللي يعني حسب الصور هذا الملعب اصبح يعني منتهي الاشغال فيه 100%، ويعني يعطينا يعني الملعب بمواصفات عالميه فيه كل الملاحق التي يعني تطلبها الهيئة الكروية الدولية الفيفا من مطاعم وفضاءات للمدعوين والفي بي وللصحفيين ولكل يعني المتعاملين مع تنظيم الكرة، يعني دورات كرة القدم ومباريات كرة القدم، كل شيء مجهز بآخر يعني الوسائل. إذن هنيئا لنا جميعا، هنيئا للجزائر، وهنيئا لشباب تيزي وزو بهذا الصرح الرياضي الكبير. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.